أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة في برنامجنا حوار العقل والإيمان. مفيش شك أنه إحنا بنعيش في مراحل زمنية محتاجة لأسئلة بتناسب الوقت اللي إحنا موجودين فيه ده. يمكن كمان كان في فترة من الفترات ما كانش في عندنا فيها أسئلة خالص، لكن كانت عندنا إجابات جاهزة دايما، والإجابات الجاهزة الحقيقة بكل أسف جابت نتائج غير مرضية على كل الأصعدة، وعملت قوالب مجتمعية والإنسان فيها فقد كتير جدا من مساحات إعمال عقله في كل ما يدور حوالين منه. علشان كده يعني كانت فكرة البرنامج رايحة لمنطقة التساؤلات، وإنه في أسئلة كتيرة موجودة عند الشباب تحديدا، لأنه دي شريحة عمرية مهمة جدا في المجتمع المصري. ولو احنا دلوقتي شفنا الكم الموجود لعدد الشباب في مصر اللي تجاوز 35 مليون شاب وفتاة، وده عدد ضخم جدا، يعني المجتمع المصري في الحقيقة هو مجتمع شاب. علاوة على انه المستويات التعليم متباينة، وطبعا في قطاعات من الشباب دول اخدوا تعليم متميز وواعي جدا، وبقيوا قدام طريقة قديمة في معالجة كتير من الافكار اصبحت لا تتناسب نهائيا معاهم ومع طريقة تفكيرهم ومستويات الوعي اللي راحوا ليها هم من خلال الوسائط التكنولوجية الحديثة وقراءاتهم ومستويات تعليمهم، وبالتالي بقت في مشكلة كتيرة جدا. وعلاوة على انه هؤلاء الشباب الان الاتهامات بتكال ليهم يمينا ويسارا، وان هم يعني مجموعة بتنتمي الى فكرة الالحاد، وكأنه طبعا يعني زي صب في جبينهم يعني. لكن هم الحقيقة عايزين يفهموا وعايزين يعرفوا اكتر يعني. ومن هنا جت فكرة البرنامج انه تروح لمنطقة الحوار، ويبقى هنا عقل ومع الايمان ده هيشكل انسان الحقيقة في بنائه، ده شيء مهم جدا. ويبقى احنا كمان بفكرة البرنامج ده اعادنا اعادة بناء الانسان المصري، بناء يعني يتناسب مع ما يحدث في كل العالم، ما يبقاش الناس بتفكر بطريقة واحنا لسه واقفين في محطة وبنفكر بذات الطريقة اللي يعني عفى عليها الزمن خلاص في التفكير وفي تناول القضايا يعني. وبنحاول ان احنا نتجاوز كل الخيوط بتاعت التقليدية القديمة اللي كانت موجودة في السابق. احنا بيسعدنا ان يكون معانا في هذه الحلقة ثلاثة من الشباب المتميز جدا ومراحل عمرية مختلفة، وايضا في تباين في مستويات الوعي عندهم، يعني هم الحقيقة اكثر من رائعين زي ما حضراتكم هتشوفوا من خلال الطرح اللي هم هيطرحوه. معانا الاستاذ ايمن رمزي والاستاذ ميلاد سليمان، اهلا بيك، والاستاذة ماريان سمير، اهلا ماريان. اهلا ماريان. معانا كمان في الحلقة نيافة الاسقف الدكتور الانبا ماكسيموس، اهلا بحضرتك نيافة الانبا. اهلا بيك كلكم، اهلا بيك. هنروح للمناقشة، وفي اسئلة الحقيقة موجودة عندهم هم هيبدأوا يكلموا نيافة الانبا فيها ويسألوه. وفضل ايمن. شكرا على المقدمة الجميلة دكتور سمير، اهلا بقدسك. الحقيقة التساؤل الاول او الموضوع اللي كنا حابين نتكلم فيه كمجموعة شباب هو عن الشريعة المسيحية، وهل في حقا هذا المفهوم فكرة ان يكون في شريعة مسيحية ولا لا. الاثار تفكيري في الموضوع ده القصة اللي موجودة في لوقا 12 لما جم اتنين اخوات يسألوا السيد المسيح ان هو يقسم لهم الميراث،
فكان رد عليهم بدون ما يضع تشريع: من أقامني عليكما قاضيا؟ السؤال الأول هنا، احنا أمام شخص المسيح اللي هو مفترض انه مؤسس المسيحية الأول، وهو اللي وضع ليها التعليم، هو مش كان قادر ان هو يقسم الميراث بين الاتنين اخوات دول؟ اذا كان السيد المسيح وهو مؤسس المسيحية، لماذا لم يضع اسس وحلول لمثل هذه المشاكل؟ ده سؤالي الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني مع صديقنا ميلاد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. السؤال بتاعي كنت حابب اعرف لماذا لم يستخدم السيد المسيح التشريعات اليهودية والقوانين التلمودية اللي كان معمول بيها ومتطبقة في المشاكل اللي زي دي في الوقت ده؟ وهل المسيح وهو القائل ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل الناموس، هل سيقدم ناموس مختلف في مثل هذه المشكلة؟ طبعا باعتبار ان الناموس والتشريع له جانب نظري وجانب عملي، فايه الجديد اللي قدمه المسيح في المجال ده سواء النظري او العملي؟ شكرا. مريان، مساء الخير يا مساء النور، اهلا بيك. هو سؤالنا كان تكملة طبعا للموضوع الأستاذ أيمن كان بيتكلم فيه، إن من إمتى ظهر كلمة أو مفهوم الشريعة المسيحية؟ هي كانت كلمة شوية ما ترددتش على 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 ما سمعنا بكلمة وجود شريعة مسيحية، من إمتى ظهرت الكلمة دي؟ وهل ظهورها كان سبب للتفرقة بين مواطنين داخل الدولة الواحدة؟ بس فهو دوت السؤال اللي هو كان بيطرح نفسه في جزئية ككلمة كمفهوم. أيوة. شكرا. أنا برحب بيكم كلكم طبعا في هذا اللقاء اللي احنا اتفقنا على أن نختار له اسم حوار العقل والإيمان. وقبل ما أجيب على أسئلتكم عايز بس أعمل تقديم للفكرة وأقول نمرة واحد أن الخطاب الديني وأساليب التفسير، الخطاب الديني عموما ليس فيما يخص الإنجيل ولكن في عموم مصر في الجو بتاعنا كله، وطريقة تفسير الإنجيل والتفاسير اللي الناس بتتداولها في الحقيقة صارت في بعض الأحيان مستفزة استفزاز لا ولم يعد عقل الإنسان يستطيع أن يحتمله. من ناحية احنا بنواجه عنف دموي هو بالنسبة لجيلنا غير مسبوق، لكن بالنسبة لأجيال أخرى حدث مثله، وبالنسبة لوطننا غير مسبوق ولكن بالنسبة لأوطان أخرى حدث مثله. وأن هذا العنف الدموي بيقدم نفسه مستندا إلى أدلة دينية وفقا لعقيدة هؤلاء العنفاء. الصمت او الاكتفاء بالتجريم او الاكتفاء بلعن هؤلاء العنفاء او كل هذه الوسائل هي في الحقيقة وسائل قاصرة عن الاجابة على الاسئلة التي تدور في عقول الشباب. وما يريده الشباب هنا هو يعني مواجهة على أساس النص الديني ترد على هؤلاء العنفاء. لا يكفي أن يصدر قرار أو فرمان بأن هؤلاء خارجين عن الدين، الكلام ده انتهى عصره، الآن لابد من حوار ولابد من إقناع أو اقتناع.
بناء على حوار ديني، ما هو مبرر هذا العنف على أسس حوارية وإيمانية؟ ده من ناحية. وكان هذا في الحقيقة، هذا العنف الدموي غير المسبوق، هو اللي فتح الباب لاندفاع الشباب ناحية الإلحاد قبل ما ينضم إليهم شباب من جذور مسيحية. رفض العنف وعدم الاقتناع بأن يكون هذا من الله، ومفيش حد بيرد ويشرح ويقول لنا هي الحقيقة. الوقت نفسه الكنيسة والناس اللي بتفسر واللي بتوعظ، يعني آسف التعبير، اتأخرت قوي عن ملاحقة التاريخ، وليس فقط عن ملاحقة التاريخ والتقدم، ولكن أيضا لم تدرك الخلل الذي أصاب البناء الفكري للعقيدة المسيحية. وهو أنا طبعا هتكلم عن الكنيسة الأرثوذكسية التي أنتمي إليها، أن الكنيسة الأرثوذكسية في كل أنحاء العالم تبني فهمها وتفسير إيمانها على مرجعية تعليم آباء الكنيسة الأولين. الكنائس الأرثوذكسية ليس عندها مساحة الحرية في التفسير اللي موجودة في الكنائس الإنجيلية مثلا. والمؤسف والأسف الشديد أن هنالك حالة من الجهل الشديد بما علم به آباء الكنيسة الأولين، ومما أزاد من المأساة أنه قام على التعليم ناس كونوا إيمانهم وفكرهم العقيدي على غير أساس الآباء الأولين، وعلى تجميعة من أشياء مختلفة لا أحب أن أصفها الآن. وصل الأمر إلى مراحل أكثر من السوء، أنه هؤلاء الذين قاموا على التعليم في الكنيسة الأرثوذكسية بغير أساس الآباء استخدموا العافية والوظيفة الكهنوتية لمحاولة فرض ما يقولونه، وأغلقوا الباب في الحوار هو آباء الكنيسة قالوا إيه. ومن ثم فكانت الطامة الكبرى إن ظهرت أجيال مش مقتنعة، كلام من حال أصل ما يدخلش الدماغ، أو متناقض مع الإنجيل، وهكذا. ومن الحوار اللي هيدور المرة هذه ومرات أخرى هنشوف اللي أنا بقوله ده مبرهن من الإنجيل أم أنه نوع من الافتراء وتصفية الحسابات مع الغير أو ماذا. الأمر مطروح للحوار عشان كل واحد هيشغل عقله إذا أراد أن يصل إلى حقيقة الأمور. سنتخذ من أسئلة هذا اليوم مثال لما نتحدث فيه. الأخوة يسألون عن ما هي الشريعة المسيحية، هل يوجد شريعة مسيحية أم لا؟ الإجابة نعم، توجد شريعة مسيحية. ثم سيصبح السؤال أين كتبت هذه الشريعة المسيحية؟ طبعا الإجابة هنا ستكون مختلفة عن كل ما تتوقعونه، ولكنها ستكون مفتاح للشرح
ما هي المسيحية؟ لأن بالأسف الشديد إنه الناس بتحاول تطوع صورة المسيحية لكي تتوافق مع اليهودية أو مع الإسلام. الحقيقة إن المسيحية ليست متوافقة في مبناها مع الإسلام ولا مع اليهودية، وإيماننا بالعهد القديم ليس معناه أننا يهودا أو أننا نقبل بما تقوله اليهودية كأنه موازن للمسيحية. ده فهم غير صحيح للمسائل خالص. الديانة الإسلامية والديانة اليهودية على السواء بيقوموا على وجود تشريع، نص تشريعي بيشرع للإنسان علاقته بالله وعلاقته بأخيه الإنسان، ويحدد له ما هو صواب وما هو خطأ، ما هو حرام وما هو حلال. المسيحية على النقيض تماما من هذا، ليست ديانة شريعية على الإطلاق، لا تقوم على شريعة. الديانة المسيحية تقوم على التجسد، تقوم على شخص المسيح. المسيح في الإيمان المسيحي هو نفسه الوحي، هو تجسد شعاع نور الآب. ومن ثم فلا يوجد في الإيمان المسيحي ما اسمه أن الإنجيل أنزل على المسيح، ما فيش إنجيل أنزل على المسيح. المسيح هو نفسه الإنجيل، هو نفسه الوحي، هو نفسه الذي نزل من السماء بالتجسد. ومن ثم فإن استخدام التعبيرات اللي استعملتها الديانات الشريعية على الديانة المسيحية بيدخل بالإنسان في متاهة وتغرب عن فهم المسيحية. الحاجة التانية عشان تتفهم المسائل من جذورها، إنه المسيح له المجد أعطى للإنسان الروح القدس، ومن هنا يبدأ ما اسمه التشريع المسيحي. ايه بقى التشريع المسيحي؟ نروح للإنجيل ونشوف ما هو التشريع المسيحي. الرسول بولس بيقول في الرسالة إلى روميا إصحاح 8 بيقارن بين نوعين من الشريعة، فبيقول لأن ناموس روح الحياة، كلمة ناموس بالمناسبة كلمة يوناني بتتنطق ناموس ومعناها الشريعة، وهي كلمة من الكلمات الكتير اللي ما اترجمتش في العهد الجديد. يبقى أن شريعة روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقتني من شريعة الخطيئة والموت. يبقى دلوقتي هو سمى شريعة العهد القديم أو وصفها بأنها الشريعة التي قالت ما هي الخطيئة، وصفت ما هي الخطيئة، الذي يؤول بنا بالموت أو الذي ثبت علينا الموت. يعني هو قال لنا الخطيئة إيه وما لناش الحل إيه، والخطية بتجيب الموت. طب عملت ايه يا شريعة العهد القديم؟ قلت لنا ما هو خطأ وسبتينا في الموت. ده كلام الرسول بولس مش شرحي، ده معنى اللي بيقوله الرسول بولس شريعة الخطيئة والموت. طب الشريعة بتاعتك انت ايه يا مسيحي يا بولس الرسول؟ شريعة
روح الحياة. من هو روح الحياة؟ هو الروح القدس. يعني ايه؟ يعني هنا بقى المسيحية، هنا فكرة المسيحية، يعني ان المسيح له المجد لم يعطي للانسان شريعة تعمل ده وما تعملش ده، لكنه اعطاه الروح القدس علشان الروح القدس اللي هو روحه، هو روح الله، هو يرشده ويعلمه وينوره ويفتح ذهنه على مشيئة الله. طب فين بقى الشريعة المسيحية؟ الشريعة المسيحية يضعها الإنسان المسيحي، يضعها المجتمع المسيحي، يضعها المسيحيون لأنفسهم. ده كلام مهم جدا. يعني قدسك، يعني لما قلت ان يسوع جاء ثائرا ولم يضع تشريعات للأحوال الاجتماعية، يبقى انا صحيح، لاني ما جاش بعمل قوانين. المسيحية من أساسه ليست ديانة شرعية، والمسيح ما عملش تشريع، هو أعطى الروح القدس للإنسان وقال له اعمل تشريع لروحك، شرع لنفسك بعد ما نديتك الروح اللي نورك. هي دي المشكلة اللي كادت أن تنهي على ممارسة الحياة المسيحية في أوروبا. المشكلة انك انت باسم المسيح اردت ان تقول بالانسان، والمسيح ما عملش كده بالانسان، والانسان بسبب تطوره العقلي وصل الى مرحلة رفض التقولب والى ادراك انه حر. فانت بقى ككنيسة او متدين عايز ترد الى التقولب، ترد الى الشريعة، تضع جوه قالب الشريعة، او بلاش الشريعة بقى، جوه قالب التعليم الديني بتاعك، جوه قابل الكاتشيزم بتاعك، فانت خسرت الناس. وكأنك بتقول مسيح وانت من اساسه بتتكلم عن حاجة تانية غير المسيحية. التشريعات اللي حاليا المفروضة او اللي هم بيحطوها تحت مسمى التشريع المسيحي دي تشريعات انسانية من الدرجة الاولى، ما كانتش تبص اساسا كنصوص دينية جوه الانجيل. ده اللي قدسك عايز توصلهم. لا انا عايز اقول الصح ايه بغض عن هم عملوا ولا ما عملوش، لان لما هنيجي هم عملوا ايه هنوصل لإجابة تانية. الصح اللي قصده المسيح إيه؟ أن يعطي نفسه، يعطي روح القدوس لعقل الإنسان ولكيان الإنسان، ويقول له شرع يا إنسان لنفسك. لكن اللي تم تنفيذه على أرض الواقع كان مختلف. اللي كان مختلف؟ لا، مش دايما كان مختلف. هو ما كانش مختلف في العصر الرسولي لما كانت الكنيسة مجتمع قائم بذاته معتمد على ذاته. يعني ايه بقى؟ جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من الحوارات اللي دارت في كنيسة كورنثوس حول بعض الاشياء. الرسول بولس، رسالة كورنثوس دي من اساسه عبارة عن الاولى، يعني عبارة عن اسئلة ارسلت اليه وهو بيجاوب عليها، يعني موضوع الرسالة من جذوره كده، فهو بيجاوب على الأسئلة. فتعرض للأسئلة بعد ما عمل مقدمة واحدة واحدة، فبعض الأسئلة قال أنا رأيي كذا، وبعض الأسئلة أنا رأيي كذا وأظن إن أنا عندي روح الرب. كلمة أظن يعني بدل ما يقولها كده وانا عندي روح الرب غصب عنك انت وهو،
لا، بيقول هو اظن ان انا عندي روح الرب، برضو المنهج مختلف ما فيهوش غصب عنك دي ابدا. لما نيجي نقرا بقى الاسئله نلاقي ان اللي قاعد يشرع هنا هو بولس، سواء اكان عنده نص بيأسس عليه، يعني عنده وصيه وبيكمل عليها بيشرع عليها، او ما عندوش وصيه من حال الاصل ويقول بصريح العباره اقول انا لا الرب. فاذا التشريع المسيحي كان المفروض ان يكون ما يزال، بس ما يزال دي عليها كلام تاني. التشريع المسيحي كان في الوقت اللي كانت الكنيسة مجتمع قايم بنفسه، وكان متجددا مع تجدد التاريخ، ان الرسول بولس سافر الى الابد الى السماويات، يعني انتهت رحلته وجاء غيره، والتاريخ اتغير والظروف اتغيرت، فالجديد لازم يطور المنطق اللي بيشرح بيه من واقع ان هو في روح الرب. شكرا نيافة الاسقف. كنت حابب اسال اذا كان السيد المسيح مش موجود في ايامنا دلوقتي وطبيعة حياتنا دلوقتي مختلفة عن طبيعة الحياة اللي هو كان عايش فيها زمان، فمين الشخص او مجموعة الاشخاص اللي مؤهلين او مكلفين، اذا جاز استخدام كلمة مكلفين، ان هم يضعوا تشريعات مسيحية تحكم جموع المسيحيين وتنظم حياتهم سواء الشخصية او الاجتماعية؟ شكرا. شوف هقول لك حاجة يا ميلاد، عشان انا ما بعرفش اقول غير الصح وبس، وما بعرفش انافق، واللي يحصل يحصل. القاعدة قامت على اساس ان الانسان المسيحي اللي هيكلف بالتشريع ده هو الاسقف، والقاعدة قامت على أساس أنه لا يختار شخص أسقفا إلا إذا كان ممتلئا من الروح القدس وأيضا من مواهب الروح القدس. دي القاعدة ودي المسيحية وده الإنجيل. يعني حضرتك شايف اللي بيحصل دلوقتي غير مطابق؟ انا عايز اقول الانجيل قال ايه، وكل واحد يشوف نفسه في المراية، وكل واحد يقيم ما حوله بناء على الانجيل. هل اللي حولك ناس مملوءة من الروح القدس حتى تسلم لها قيادك ام لا؟ طب قدسك استخدمت تعبير كان ورفضت تعبير ما يزال، ايه العقبة في ما يزال؟ انا تركت الحكم بما ما يزال للناس. ليه بقى؟ لانه بالنسبة لمجمعنا المحدود فما يزال ما بيختارش ليه هذه الوظيفة شخص أن يكون أسقف إلا إذا كانت هذه المواصفات موجودة فيه. فكلمة ما يزال نسبية، ومن ثم فهذه واحدة من أهم الأوراق التي ينبغي أن تبحث. من غير ما أقيم نفسي أنا، إذا كان المسيح رفض أن يقيم نفسه قاضي على الرجلين بتوع الميراث، طب وأنا مين أقامني قاضي عشان اقول ده حلو ده وحش؟ انا ماليش دعوة، انا ليا اقول تعليم المسيحية بحسب لاهوت الاباء والانجيل ايه. عندي سؤال يا نيافة الاسقف انبا ماكسيموس، دلوقتي احنا الثقافة بتاعت سيد المسيح من 2000 سنة
والبيئة والمستجدات الحضرية مختلفة تماما. فإحنا إزاي ناخد النصوص الموجودة عند لوقا أو عند بولس ونضعها في أيامنا هذه كتشريع أو قوانين اجتماعية وثقافية؟ ده بالظبط اللي أنا عايز أقوله، أن الرسول بولس لما جه يشرع هو الذي شرع بحسب ظروف العصر مستندا إلى وصايا الرب، هو اللي قضى وقال. والحاجة اللي هو عنده وصية ووضع لها إطار عصري، والحاجة اللي من عنده رأيه، وأنا عندي روح الرب وفي حاجات قال لك هذا رأيي أنا نهائيا وأنا ما عنديش أمر من الرب من أساسه في النقطة دي، لكن ده رأيي. فالتاريخ المسيحي بيقول كده، بيقول أن الكنيسة اعتمدت على قادة مملوئين من الروح القدس يطوروا التشريع والتعليم طبقا لاحتياجات عصرهم، متغطين بوصية الإنجيل، وده اللي كان حاصل. طب هل في الحالة دي حضرتك هيبقى في عندنا يعني تشريعات متنوعة كثيرة جدا، مش هنبقى واقفين عند تشريع واحد، لانه هتبقى الشخوص اللي قادرة انها تعمل ده كتيرة جدا، فهيبقى في عندنا شريعة خاصة بالكنيسة الأرثوذكسية وشريعة خاصة بالكنيسة الكاثوليكية وشريعة خاصة بالكنيسة الإنجيلية، وبعدين جوه بقى الكنائس دي هتبقى في طوائف أخرى، فهتبقى في شرائع جنبها شرائع أخرى، وفي الحالة دي هيبقى في شرائع متمددة. الحقيقة ما تبقاش في شريعة واحدة الحاكمة في المشهد ده. في شريعة واحدة حاكمة اسمها شريعة الروح القدس، ده بنص الإنجيل، لأن شريعة روح الحياة في المسيح يسوع هذه الشريعة الحاكمة اللي البشر المملوئين من الروح القدس المخولين بقيادة الكنائس هذه بيقوموا بترجمتها حسب واقع حياتهم وحضارتهم. يعني اللاهوت الغربي عنده سمات مختلفة عن اللاهوت الشرقي، لكن الإيمان بشخص المسيح بالثالوث إيمان واحد، ففي ثوابت الإيمان وفي التشريع التنظيم الطقوس. كان ليا تعليق على موضوع الثوابت الإيمانية، ان احنا حتى مش هنوصل الثوابت الإيمانية في الدولة القانونية اللي احنا عايشينها حاليا، فاحنا اتحطينا في اطار ان احنا مطالبين بجزء قانوني او شكل قانوني تشريعي. منين هم مطالبيننا بجزئية ده واحنا اساسا احنا كمسيحية ديانة غير تشريعية او غير مشرعة بشرع معين؟ فهي دي كانت مشكلتنا مع ردود كتيرة قوي بتتوجه لينا، هل احنا ايمانيا واحنا بالروح القدس واحنا عايشين بالروح القدس ويملؤ حياتنا، ومفروض ان احنا ده بنتغاضى بيه عن كل الاسئلة اللي ممكن تعدي علينا في حياتنا بيها. احنا مش هنروح بعيد، احنا هنجيب موضوع عملي ومعاش. هو الفكرة ايه بقى عشان يعني اعمل مقدمة لحكاية الموضوع اللي هقوله؟ الفكرة ان الدستور الاول هذا يعني تناسى ان في حاجة اسمها مسيحيين، وكنا عملنا حوار مسيحي اسلامي مع الازهر،
وكان بيحضر من الأزهر الشيخ الدكتور عبد المعطي بيومي. هو توفى الحقيقة في وقت كنا محتاجينه. وكان الدكتور إكرام لمعي بيحضر يعني ممثلا الفكر الإنجيلي، وهكذا كنت أنا أمثل الفكر الأرثوذكسي في الجلسة. وفي هذه الجلسات من الحوار اتكلمت مع الدكتور عبد المعطي وقلت له يعني بأي عدالة يبقى الدستور بيتجاهل ان فيه مسيحيين؟ لماذا لا يضاف على هذا اي عبارة تشير الى ان فيه مسيحيين وانهم من حقهم انهم يحتكموا للانجيل او اي شيء بهذا الشكل؟ فهو قال لي انا مش هقدر اعمل كل اللي انت عايزه، ولكن اللي اقدر اعمله ان احنا نقول ان يحتكموا الى شرائعهم او الى معتقداتهم، ما شرائعهم الحقيقه ساعتها، في معتقداتهم في الاحوال الشخصيه وبس. قلت له شيء احسن من لا شيء، انا موافق. فهو راح نقل وجهة النظر هذه إلى الشيخ الطيب شيخ الأزهر، وكان الرجل أيضا متفهما، وهكذا صاغها في البيان اللي أصدره الأزهر. الأزهر أصدر وثيقة، أول وثيقة أصدرها، وصاغ المادة بحسب ما كنا متفقين عليها أن يرجعوا إلى بحسب معتقداتهم في الأحوال الشخصية. لما جه السيد مرسي ورفاقه وعملوا اللجنة بتاعتهم، هي التي صاغتها بهذه الصياغة، ومن ثم فهذه الصياغة ثمرت يعني موقف انتكاسي مر به الوطن. لما جاءت اللجنة الخمسين عشان تضع الدستور، فصار هنالك نوع من الصدام والتحدي بين بعض المتشددين المسلمين وممثلي الكنائس، ويعني احنا ما كناش في حالة تحتمل ان احنا ندخل في مشاكل طائفية والبلد مجروحة بهذا الشكل، وعايزين الدستور يعدي بأي طريقة ونخلص. ومن ثم فهي انتهت الى هذه الصياغة لهذا السبب، رغم ان انا شخصيا عندي اعتراض على المادة الثالثة لزاوية أخرى، وهي إنها هتخلي رجال الدين طغاة جدد على البشر. ومع هذا أنا شايف إن البابا حاليا رجل متوازن وعادل، والمادة تمر بأي طريقة وبعدين يبقى يحلها ربنا. دي ظروف وضع المادة بهذا الشكل. نيافتك، بس احنا عايزين نحضر للمرة القادمة ونقول ان يعني اخد جزء من كلام حضرتك، ان بما ان الظروف متطورة والانسان هو اللي بيضع التشريع، يبقى ده معناه ان قوانين الاحوال الشخصية دي متطورة طبقا للبيئة والثقافة والوقت. يعني نفسنا نتشرف بالحلقة الجاية تكون في تشريعات الأحوال الشخصية وخاصة للمسيحيين. أنا أعدكم أن نناقش هذا الأمر بالمقارنة بين ما هو واقع الكنيسة المصرية والقوانين المنظمة الحالية وجذورها التاريخية،
وأيضا هقدم لكم عرض متكامل لما فعلته كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم. شكرا. عزيزي المشاهد، احنا الحقيقة طبعا الأسئلة كثيرة جدا والوقت بتاعنا عدى بسرعة. احنا مستنيين مشاركتك لينا على العنوان البريد اللي هيظهر ليك على الشاشة، ولانه ده هيساعد كتير جدا في القراءة وفي التحليل وفي النقد وفي الطرح مزيد من الأسئلة. مشاركتك لينا بتهمنا جدا. احنا في نهاية الحلقة بنشكر أصدقائنا اللي شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ أيمن رمزي أهلا وسهلا بحضرتك، الأستاذ ميلاد سليمان أهلا وسهلا بحضرتك سعدنا بيك جدا، الأستاذة ماريان سمير سعدنا بيكي أهلا وسهلا بيك، نيافة الأسقف سعدنا بمداخلات حضرتك ومشاركتك لينا في هذه الحلقة، وأهلا بيك. ونشوفكم أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.